أسعار الفائدة. ينضم إلي من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد، شكرا لانضمامك إلينا بالعربية بيزنس. ماذا يقصد جيروم لما يقول أن الفيد لا زال ينتظر أن يصل إلى أرقام تضخم مستدامة؟ هل هذا يمكن أن يطرح سيناريو معاودة ارتفاع التضخم في ظل ما يجري على العرقلة على مستوى سلاسل الإمداد؟ حقيقة نحن عم نشوف أو شفنا بالاجتماع يوم أمس جيروم باول ما بين الستيتمنت ما بين الأسئلة أكثر من 8 مرات يؤكد على استهداف الفيدرالي لبيانات للتضخم أن يصل البيانات إلى المستوى المستهدف عند 2%. فبالتالي يبدو أنه هذا هدف مباشر للفيدرالي، ودون وصول التضخم إلى هذه المستهدفات لن يكون هناك التحرك الفعلي لكاتينج انترست ريت، أو نشوف أنه أسعار فائدة تبدأ فعليا للفيدرالي باتخاذ قرار تقليصها، وإن كانت هي لا تزال يعني تم إزالة أي عبارة بالمحضر كمان فاطمة عن نوايا الفيدرالي بأي تشديد للسياسة النقدية، فتم غلق الباب كليا على السياسة المتشددة، والقادم هو سياسة نقدية أكثر تيسيرا وأسعار فائدة أقل. ولكن السؤال الأبرز هو متى يبدأ التقليص حقيقة أسعار الفائدة الأقل أو الآن جولدمان مددوا التاريخ، كانوا بيتوقعوا مارس، الآن متحدث عن مايو. نحن التوقعات مارس سلاشت وتقريبا انخفضت الاحتمالية بشكل كبير، الآن مايو هو الأكثر ترجيحا. سرعة بدء الفيدرالي بتقليص أسعار الفائدة ستتيح له تدرج منطقي بعملية تقليص أسعار الفائدة دون أن يكون هناك حاجة للضغط المدة الزمنية. هل يجب رائد الآن أن نحتسب عدد مرات أقل من خفض الفائدة خلال هذه السنة في ظل كل المعطيات التي نراها أنه في تريث من قبل معظم البنوك المركزية لربما؟ تماما فاطمة، نحن مارس صارت الاحتمالية كثير ضعيفة، صار بإمكاننا أنه نتحدث عن أنه التقليصات إذا استمرت على هذا الوتيرة ربما يتم التقليص ب 1% فقط. وأعتقد كانت خطة الفيدرالي مسبقا أنه يكون في تقليص وفق الدوت بلوت بأكثر من ذلك، بالتالي نحن عم نشوف احتمالية ضعيفة إلى أن يتمكن الفيدرال الأمريكي من تحقيق الهبوط الناعم بهذه الطريقة، لأنه رح تبقى أسعار الفائدة عندنا مرتفعة، وسوف يظهر آثار الضعف على الاقتصاد الأمريكي سواء كان بسوق العمل بارتفاع معدلات البطالة أو بأنه نشوف بطء وحقيقي في أداء الاقتصاد بمؤشرات التصنيع والخدمي وغيرها. بالتالي نحن يعني نبحث عن أنه يكون الجراجول يبدأ بوقت مبكر نسبيا، خصوصا أنه عندنا سنة انتخابات والبوليتيكال تشينج أو التغييرات السياسية سوف يكون لها أثر كبير حقيقة على الاقتصاد وعلى الأسواق على وجه التحديد. فبالتالي الموعد الأقرب سوف يسمح للفيدرالي بتحقيق الهبوط الناعم نسبيا. قبل قليل رائد ثبت بنك أوف إنجلند أسعار الفائدة كما كان متوقع. السوق بريطانيا تتحدث عن ظروف مختلفة تماما، والاقتصاد يواجه الكثير من التحديات، وبالتالي هل نتحدث أنه لربما السياسة هناك حتكون مختلفة تماما عن نظيرتها مثل الإي سي بي أو الفيد؟ أعتقد الموضوع مختلف بالنسبة وين وضعت البنك المركزي البريطاني اليوم وضع الكاتينج ريفيوز، بلش يقرأ احتمالية تقليص أسعار الفائدة، ولكن أسعار التضخم لا تسمح بهذا الأمر، بالتالي العملية أكثر تعقيدا في المملكة المتحدة. هلا نحن عم نشوف الأداء في معظم المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا عم يكون أداء يميل إلى السلبية والضعف، وبنفس الوقت نحن عم نشوف أن التضخم ما وصل للمستهدفات، بالتالي الحاجة لإبقاء أسعار فائدة مرتفعة وإن بدأ بعملية التقليص لن تكون بنفس مستوى التقليص الذي قد يقوم به الفيدرال الأمريكي على سبيل المثال، وبالتالي ذلك واضح أكثر من أنه أسعار الفائدة ما وصلت أصلاً إلى نفس المستويات التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي العملية تحتاج صبر أكثر وفترة أطول بالتخلص من
أسعار الفائدة المرتفعة في المملكة المتحدة. أعتقد الأبرز المتأثر الأبرز شفنا الباوند على وجه التحديد، قوة الدولار الأمريكي طغت في يوم أمس، شفنا عم يعني ينخفض هذا البير بشكل واضح، ولكن أعتقد قرار أسعار الفائدة من المركز البريطاني سيكون متأخرا أكثر من باقي البنوك المركزية حتى من الأوروبي. رائد الخضر من دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا فاطمة.